السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا بحضراتكم ولقاء يتجدد. وأما بعد، بدأت أتكلم مع حضراتكم في الفقرة الأولى من برنامج أما بعد عن حب ربنا لخلقه. كتير الموضوع ده شاغل الواحد. ساعات الواحد لو وقع في ضيق يسأل نفسه ويقول اشمعنى أنا؟ هو ربنا مش بيحبني؟ ليه أنا في الضيق ده؟ ليه أنا في الابتلاء ده؟ الفكر ده بيشغل الناس كلها، يعني بيشغلنا كلنا. الحقيقة إن الواحد لما قعد يفكر في الموضوع ده ويشوف العلماء اتكلموا فيه إزاي، لقى أسرار خطيرة جدا. أسرار تخليني وتخليك وتخليكي وتخلينا كلنا نزداد حب في ربنا. قلت العنوان الرئيسي إن ربنا حتى لو في ابتلاء، حتى لو في مشاكل، حتى لو في معاصي، حتى لو في أي حاجة، برضو العنوان الرئيسي ربنا بيحب خلقه. إزاي؟ فقلت شوف العلماء قالوا إيه. أول حاجة، الدليل على إن ربنا بيحب خلقه إن إحنا كبني أدمين إحنا المخلوق الوحيد في خلق ربنا اللي ربنا نفخ فيه من روحه. إحنا بس، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الأرض والسماء. أنت يا بني آدم، أنت يا بني آدم، أنت المخلوق الوحيد اللي ربنا نفخ فيك من روحه. خد الدليل. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. حلوة دي؟ آه. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أنا وإنت إحنا يا بني أدمين إحنا الخلق اللي ربنا نفخ فيه من روحه. طب السؤال بشكل تاني، يا أي حد أخطأ والدنيا بقت سودة قدامه، أنا بقولك ما تزعلش، مهما كان عندي من عيوب وأخطاء أنا بشر، بس في الأول وفي الآخر العنوان الرئيسي ربنا نفخ فيك من روحه، فكده ده دليل إنه بيحبك. وإلا هي قدرة ربنا دي لها حد؟ ملهاش حد. كن فيكون. كان ممكن ربنا خلقنا كبني أدمين بشر وما ينفخش فينا من روحه وخلصت الليلة، كن فيكون، انتهت المسألة.